هذا ما يبحث عنه المواطن العراقي الأعزل الذي لا يمتلك سلاحا ولا يمتلك ربما ظهرا كما يسمى في الحكومة أو لدى أحدى الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد. هم يبحثون عن أمان واستقرار، هم يبحثون عن أن يبتعد السلاح عن وجوههم أو عن تخويفهم أو ترهيبهم أو سرقتهم بالسلاح المحمول خارج نطاق الدولة. فبالتالي الكلام الذي تحدث به أو الحديث الذي تحدث به المبعوث الخاص بالأمم المتحدة في العراق اليوناني محمود حسن مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني ربما هو حالة من الاطمئنان لدى الشعب العراقي وبالتحديد لدى البغداديين، خاصة وهم يعانون من الأمرين، الأمر السلاح الموجه بوجههم في القضايا الخاصة عندما يتعرضون إلى أي شيء ربما في العاصمة بغداد وجه السلاح خارج نطاق الدولة. فبالتالي ما يريدونه ربما هو تطبيق للحديث الذي جرى ما بين المبعوث الخاص وما بين السيد علي السيستاني بأن يتم حصر السلاح بيد الدولة ولا يوجد هنالك سلاح منفلت بيد الأحزاب أو ربما بيد مجاميع خارج إطار الدولة تستخدمه لترهيب وتخويف وسرقة الناس. طيب أيضا مهدي، يعني بما يخص التدخلات الخارجية، ماذا علق أهالي العاصمة أيضا عن مطالبة المرجعية الرشيدة في النجف عن منع التدخلات الخارجية؟ يعني المقصود بالتدخلات الخارجية التي تقوم بها الدول الإقليمية في العراق، كنا نقصد على الجارة الإيرانية أو على الجارة التركية وحتى على الدول الجوار من الخليج العربي الذي تستخدم أجواءه وتتدخل في اختيار مسميات الدولة العراقية، كنا نقصد على رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية أو حتى رئاسة البرلمان الذي كان هنالك تدخلا يعني صارخا من قبل الدول الإقليمية أو ربما أمزجة الدول الإقليمية هي من ترغب وتريد أن تنصب شخصية على مزاجها. فبالتالي هنالك يعني من خلال الحديث الذي جرى بين المبعوث الخاص للأمم المتحدة وما بين المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني هو على أن تكف الدول المجاورة على التدخل في السياسة العراقية، حتى أن كنا نقصد على الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هذا ما نص به الحديث على أن يتم إزاحة السلاح من قبل المجاميع الخارج نطاق الدولة وكذلك أيضا منع التدخلات الخارجية في رسم السياسة العراقية في يعني ما يدور في أروقة السياسة. فبالتالي هذه النصوص هو ما شدد عليها السيد علي السيستاني من خلال حديثه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق. نعم. طيب أيضا مهدي، يعني حسب تجوالك في شوارع بغداد وسماعك لآراء المواطنين والشارع البغدادي، هل يعتقد المواطنون أن بيان المرجعية الرشيدة ربما سيكون بداية لتصحيح مسار العمل السياسي وسنشهد نهاية لتوغل الفاسدين في الحكومة العراقية؟ هذا ما يتمناه يعني الشارع البغدادي، هو أن يحلموا بطبقة سياسية عادلة لا طبقة سياسية سارقة، وأن يمشوا أو يسيروا على نهج المعتدل لا على نهج به دروب بها من الفساد كثيرة. فبالتالي هذا ما يحلم بها الشارع العراقي، ولكن بيانات المرجعية العليا والسيد علي السيستاني هي كثيرة ما تحث على الاعتدال ومنع الفساد، ولكن أغلب الطبقة السياسية لا تلتزم ببيانات ونصوص المرجعية الدينية فيما يخص الاعتدال ومنع الانحراف والفساد كثيرة منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة، ولكن أغلب أساسهم لا يلتزمون بنصوص المرجعية، ربما يتخذونها قدوة ولكن لا يسيرون على نهجها. هذا ما يتحدث به الشارع العراقي وبالتحديد في العاصمة بغداد، يريدون أن تكون نصوص المرجعية وبيان المرجعية اليوم أن تسير الطبقة السياسية على ما تحدثت به، ولكن على ما يبدو الكلام لا يسمع. هذا ما يدور في الشارع العراقي، وإلا ما سارت الطبقة السياسية نحو فساد متراكم ونحو يعني دروب مليئة بالفساد. فبالتالي ما يبحث عنه المواطن العراقي على أن تطبق الطبقة السياسية نصوص وبيان المرجعية الدينية العليا في النجف.